السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الصوت واضح؟ ما زال في طلاب وطالبات يدخلون، ننتظر دقيقة ونبدأ المحاضرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ اللقاء الرابع عشر من مقرر الرياضيات المالية لطلبة الاقتصاد والعلوم الإدارية. ما زلنا في باب المتتاليات، وأخذنا في هذا الباب المتتاليات بشكل عام، وأخذنا المتتالية الحسابية. راح نبدأ اليوم في المتتالية الهندسية. في المتتالية الهندسية أيضا لابد أن نتقن ثلاث أمور مهمة. أول شيء أنه نميز هل هذه المتتالية هندسية ولا ليس هندسية. الشيء الثاني أنه لابد نطلع أساس المتتالية الهندسية. الشيء الثالث أنه كيف نستغل قانون الحد العام تاع المتتالية الهندسية لإيجاد قيمة أي حد احنا نريده بمعلومية الحد الأول وأساس المتتالية الهندسية. أول شيء نأخذ كيف نعرف أنه هذه المتتالية هندسية ولا لا. حتى نتعلم هذا الشيء لابد أنه خلينا نقول نحط مثال نفهمكم من خلاله. فمثلا لو جينا لهذه المتتالية وكتبنا التالي: 1 2 4 8 16 إلى آخره. في عندنا هذا الحد الأول وهذا الحد الثاني وهذا الحد الثالث وهذا الحد الرابع وهذا الحد الخامس. في المتتالية الحسابية للمحاضرة الماضية الأسبوع الماضي كنا نعرف أنه متتالية حسابية ولا لا عن طريق الطرح، بالنسبة للهندسية عن طريق القسمة. يعني كيف قسمة؟ كنا نقسم الحد الخامس على اللي قبله الحد الرابع ونشوف القيمة اللي راح تطلع معي، وأكرر عملية القسمة أكررها بأي حد على اللي قبله مباشرة، يعني الرابع على الثالث. بدنا نوجد الحد الثالث على الثاني، الحد الثاني على الحد الأول لما نوصل للحد الأول، ونشوف الناتج تبع القسمة. يعني مثلا 16 على 8، 16 على 8 الناتج 2. الآن بدي أشوف الحد الرابع اللي هو 8 على الحد الثالث اللي هو 4. 8 على 4 2، ما زال متساوي، ما زال متساوي. طول ما هو متساوي بوجد عملية القسمة، لأنه المتتالية الهندسية لازم القسمة تكون متساوية في جميع الحدود، أي حد تقسيم اللي قبله مباشر دائما نفس المقدار. هنا نفس المبدأ، الحد الثالث اللي هو 4 على الحد الثاني اللي هو 2، 4 2 أيضا 2، ما زال متساوي. هنا الحد الثاني اللي هو 2 على الحد الأول 1 2،
ما زال متساوي، كل عملية القسمة متساوية، كونه متساوي إذا هذه متتالية هندسية، وأساسها الأساس هنا في المتتالي الحسابي كنا نرمز له بالرمز دي، هنا بنرمز له بالرمز R، فالآر هنا تساوي لي 2 اللي هي الريشيو، أجت من ريشيو R من ريشيو القسمة. الدي من ديفرنس، من الفرق، من الطرح اللي كنا ناخذه بالحسابية، لكن بالهندسية الأساس R من ريشيو اللي هو النسبي أو القسمة. فآر تساوي لي 2، وهذه متتالية هندسية، نعم كلام صحيح. خلينا نشوف مثال آخر. لو كانت عندي هذه المتتالية مثلا، خلينا نقول على سبيل المثال 2 6 12 24 48 إلى آخره. هذا الحد الأول، هذا الحد الثاني، هذا الحد الثالث، هذا الحد الرابع، وهذا الحد الخامس. لو نقسم 48 على 24 اللي هو احنا بنتكلم عن الحد الخامس على الحد الرابع، راح يطلع الناتج 2. مش شرط 2، ممكن يكون اي عدد، بس اهم شيء انه يكون متساوي. ممكن يكون 2، ممكن 3، ممكن سالب 2، ممكن سالب 1، شو ما كان. والحد الرابع على الحد الثالث اللي هو هنا 24 على 12، ما زال 2. اوكي، الحد الثالث على الحد الثاني اللي هو 12 على 6، ما زال 2. الحد الثاني على الحد الاول اللي هو 6 على 2، 6 على 2 كم؟ 3. اختلف، لاحظ هنا كان متساوي متساوي متساوي، هنا غير متساوي. إذا هذه ليست متتالية هندسية، مو لأنه ما طلع تحت، خلينا نحكي مش شرط الرقم 2، أهم شيء إنه يكونوا متساويات. لو كان كلياتهم واحد 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 عملية القسم ما في مشكلة، لكن هنا اختلف. نأخذ كمان مثال ثم نحط لكم التمرين اللي ممكن، خلينا نحكي كيف يجيكم بالاختبار. نحط هنا أول شيء، خلينا نقول التمرين التالي اللي هو 27 9 3 1 1 على 3 إلى آخره. فعندي هنا، ولو حطينا مثلا سالب هنا وسالب هنا مثلا، خلينا نقول هذا الحد الأول، هذا الحد الثاني، هذا الحد الثالث، هذا الرابع، وهذا الخامس مثلا. بنقسم الحد الخامس على الرابع، راح يكون 1 على 3 تقسيم سالب 1، إذا شو راح يطلع؟ سالب ثلث. الحد الرابع على الحد الثالث، بإمكانكم بالقسمة تستخدموا الآلة الحاسبة، ما عندنا مشكلة. سالب 1 على 3 اللي هي سالب ثلث، لاحظوا انه نفس المقدار لغاية الآن. والحد الثالث على الحد الثاني اللي هو 3 على سالب 9، بعد التبسيط لو توجدوه بعد التبسيط، لاحظ الشكل بيختلف، سالب 1 على 3 بيختلف من 3 على سالب 9، لكن بعد التبسيط راح يقول لك، بيقول لك الآلة الحاسبة انه هذا سالب ثلث. والحد الثاني على الحد الأول اللي هو سالب 9 على 27، أيضا بعد التبسيط في الآلة الحاسبة راح تقول لك إنه هذا سالب ثلث. إذا كلياته متساوي، كلياته متساوي، وبالتالي هو هذه المتتالية هي متتالية هندسية، وأساسها اللي هو دي ال ار عفوا هنا تساوي لي سالب ثلث. فممكن الأساس يكون سالب ولا موجب، وممكن يكون كسر زي ما طلع معنا الآن. طيب خلينا نشوف كيف ممكن أسئلك. ممكن أسئلك كالتالي، متتالية من المتتاليات التالية
تعتبر متتالية هندسية. أحط لك عدة متتاليات، ممكن أحط لك متتالية 2 4 6 8 10 ب 0 3 9 27 81 جيم 2 سالب 2 2 سالب 2 2 دال 10 و50 100 200 إلى آخره. أعطيني واحدة من هذه المتتاليات بحيث أنها تكون متتالية هندسية. طيب إذن ب وجيم، بس الأغلب جيم، بس في نسبة يعني في ب، لكن أغلب الغالبية جيم. يعني حتى الآن جيم، في البداية كانوا يكتبوا ب بعدين أصبحوا جيم. اللي ما فهم يشوفنا كيف منحل، ما راح أعيد شرح. كل ما واحد يطلب عيد شرح عيد شرح، ما راح نعيد شرح. يعني عيد شرح بتعيد الفيديو، احنا فقط بنعمل هنا قسمه، فقط بنعمل قسمه. خلينا نشوف قسمه حد تقسيم اللي قبله مباشر. اذا ظل نفس الناتج كل القسمه اصبحت نفس الناتج فهذه متتاليه هندسيه، بس ما بنخترع صاروخ. هنا الف، هل هي متتاليه هندسيه؟ خلينا نشوف. ده نقسم 10 تقسيم 8، كل حد تقسيم اللي قبله. مثلا هنا 10 على 8، 10 على 8 بيطلع لي عدد معين. خلينا نقول طب 8 على 6، هل بيطلع؟ يعني لو تشوفه بعد التبسيط بيطلع 5 على 4 يعني. طيب القيم الثانية اللي هي 8 على 6، 8 على 6 بعد التبسيط شو راح تكون؟ 4 على 3. هذول بيختلفوا عن بعض، 5 أرباع بيختلفوا عن 4 أثلاث، يعني 5 على 4 بتختلف عن 4 على 3 في الناتج. فأول عمليتين قسمة، لاحظ قسم، احنا أول عمليتين قسمة طلعت مختلفة، إذا هذه ليست متتالية هندسية. احنا متى بنكمل؟ بنكمل إذا ظل متشابه، عملية القسمة ظلت متشابهة. اللي ما فهم يستوعب المعنى الآن. الآن برضو نفس الشيء، 81 تقسيم 27، نشوف 81 على 27. لو نيجي نقسم 81 على 27 بعد التبسيط راح تكون 3. طيب الآن 27 تقسيم 9، برضو نقسم 27 على 9، 27 على 9 ما زال، عفوا هاي مش هاي 9 وليس 8، ما زال 3، إذن بعدها متساوي. نكمل 9 على 3 ايضا 3، ما زالت متساوية، يعني دائما بتطلع، لاحظ الان لغاية الان دائما بتطلع 3. طيب ممتاز، اذا نكمل 3 على 0، 3 على 0 شوفها بالآلة الحاسبة، هذا غير حقيقي، غير حقيقي، يعني الآلة الحاسبة تتشنج، ممنوع القسم على 0. مجرد ما شفت 0 فهي ليست متتالية هندسية مباشرة، لانه اخرتنا نقسم على 0، والقسم على 0 ممنوع، هذا عدد غير حقيقي، هذا يعتبر ما لا نهايه او الى اخره. اذا هذا لا يجوز رياضيا، 3 على 0 لا يجوز رياضيا، هذا عدد غير حقيقي، وبالتالي ما في عندي تشابه بعمليه القسم. اول شيء كان القسم 3 3 3، بعدين اجاني اخر عمليه قسم عدد غير حقيقي، ما سواء لازم يكون كلياته 3 3 3 3. نيجي لجيم،
دي منقسم اول عملية قسمة 2 على سالب 2، 2 على سالب 2 بيعطيني سالب 1. طيب سالب 2 على 2، سالب 2 على 2 ايضا بيعطيني سالب 1، ما زال عملية القسمة نفس الناتج. 2 على سالب 2، 2 على سالب 2 بيعطيني سالب 1. طيب سالب 2 على 2 نفس الناتج، سالب 2 على 2 احنا طلعناها من اول سالب 1، اذا دائما سالب 1. اذا هذه اوكي متتالية هندسية. ليه؟ لانه عملية القسمة كل عمليات القسمة تاعتها نفس الناتج اللي هو سالب 1. نيجي دال نقسم 200 على 100، 200 على 100 بيعطينا 2. طيب قسم اللي هي 100 على 50، 100 على 50 يعطيني الناتج كم؟ ايضا 2. طيب ما زال متساوي حتى الآن متساوي. نقسم 50 على 10، 50 على 10 بيعطينا 5. اختلف، لاحظ اختلف، أول شيء كان متساوي بعدين مع هذول غير متساوي. إذا اختلف إذا هذه ليست هندسية، طول ما هي عملية القسم متساوي فهو هندسية، اختلفت ليس هندسية. إذا اللي كتب ب دي كان في المجموعة نسيوا انه في عندي هنا صفر. صحيح عمليات القسم كلياتها متساوي، اول عمليات قسم متساوي، لكن اخر واحدة ممنوع القسم على صفر، وبالتالي ما راح يكون عملية القسم دائما متساوي، وبالتالي باء ممنوع نحطها. اذا شفنا صفر ليس متتالية هندسية. ممكن اسألك كالتالي، اوجد ناتج، او عفوا اوجد خلينا نحكي اساس المتتالية الهندسية، عفوا اللي هي كالتالي، خلينا نقول 16 4 1 ربع وواحد على 16 إلى آخره ألف. هل الأساس هنا R يساوي لي 16؟ هل الأساس هنا R يساوي لي 4؟ جيم. هل ال R هنا يساوي لي 8؟ دال. هل الآر هنا يساوي لي 1 على 4؟ أعطوني إجاباتكم. إذا أساس المتتالية الهندسية نوجد عن طريق القسمة، والجميع أجاب في دال ما عدا كم من طالب جوابه 4 اللي هو ب. خلينا نشوف مين الصح، الأغلب دال. خلينا نشوف، احنا قلنا أساس المتتالية الهندسية اللي هو R كيف يطلع؟ يطلع اللي هو ناتج قسمة أي حد على اللي قبله مباشر. يعني لو قسمت 1 على 16 على 1 على 4 بالآلة الحاسبة راح يطلع لك 1 على 4، لو قسمت 1 على 4 على 1 راح يطلع لك 1 على 4. أنا جاي لك إنه هاي متتالية حسبي، كيف نوجد أساسها؟ إن نقسم أي حد على اللي قبله مباشرة، بس أي حد. يعني لاحظوا 1 على 4 16 على عفوا 4 على 16 يعطيك 1 على 4، وهكذا أي حد تقسيم اللي قبله. يعني هذا لو قسمناه هنا، أو هذا على هذا، أو هذا على هذا، أو هذا على هذا، كلياته راح يطلع 1 على 4 اللي هو ذلك. طيب نيجي ناخذ الحد العام للمتتالية الهندسية. الحد العام للمتتالية الهندسية اللي هو AN يساوي لي A1 مضروب في R، والR هذه مرفوعة للقوة N ناقص 1. هذا الحد العام، وهذا مطلوب منكم حفظ. ما حفظته ما تقدر
تجاوب السؤال المسؤول عنه في الاختبار. عادة المتتالية الهندسية عليها 3 أسئلة. هذا بنسميه الحد العام، العام للمتتالية الهندسية. A1 اللي هو الحد الأول، وهذا معطى معك عادة بالسؤال. الآر اللي هو الأساس، أساس المتتالية الهندسية، وعادة أيضا يعطى معك بالسؤال. الآن هذه اللي هي رقم الحد المراد إيجاده. يعني لو قلت لك أوجد الحد الخامس فإن راح تكون 5، 5 ناقص 1 اللي هو الأس، هذا أس، هذا أس قوة للآر، أس للآر. طيب كيف ممكن نسأل عن هذا القانون؟ ممكن أقول لك أوجد الحد الرابع للمتتالية الهندسية التي حدها الأول، مثلا نقول لك 5، وأساسها مثلا نقول لك 3، R يساوي 3 وحدها الأول اللي هو A1 يساوي 5. نشوف الحل. الحد الأول أعطاني إياه في السؤال من المعطيات اللي هو 5، والآر من المعطيات اللي هو 3، وإحنا رقم الحد اللي هو N 4. ليش 4؟ هيو لأنه شو بدنا نوجد؟ الحد الرابع. الحد الأول هيو أعطاني إياه، الأساس أعطاني إياه، هذول لازم يعطيني إياهن الثلاثة، الحد الأول والأساس ورقم الحد اللي أنا أريد إيجاد قيمته مطلوب مني بالسؤال. أنا عندي AN تساوي لـ A1 مضروب بـ R قوة N ناقص 1، وبالتالي أنا فعليا شو بدي أوجد؟ A4، هذا اللي بدي أوجده، هذا اللي عليه علامة استفهام، عليه علامة استفهام A4، فأنا بدي أوجد A4. الحد الأول هاي منعوضه، كم قيمته؟ 5 ضرب الـ R، كم قيمتها؟ منعوضها 3. القوة للآر اللي هي هنا بدها تكون في الأس اللي هي 4 ناقص 1، الأس للآر، الآر 3، القوة تبعته كم؟ N ناقص 1، N ناقص 1. الآن عندي أنا هنا 4 لأنه بدي أوجد الحد الرابع فالN 4، إذا بدي أوجد الحد الخامس فالN 5، بدي أوجد الحد العاشر فالN 10 وهكذا. إذا هذا شو يساوي لي؟ أول شيء ما بنضرب الخمس ضرب 3، ممنوع نضرب الخمس، الأولوية للأسس، لابد ننفذ الأسس. يعني 5 ضرب 3 القوة للثلاث كم راح تكون؟ 3، لأنه 4 ناقص 1. ننفذ الأسس اللي هي 5 ضرب 3 قوة 3 كم؟ 27. إذا أنا عندي 5 ضرب 27، هذا قيمة الحد الرابع. فنجي لعملية الضرب، 5 في 7 35، 5 في 2 10، وفي عندي 3 13، إذا 135. هذه قيمة الحد الرابع، الحد الرابع 135. بهذه الطريقة نقدر نوجد أي حد، نقدر نوجد أي حد. طيب خلينا أسألكم سؤال، قيمة مثلا الحد الخامس للمتتالية الهندسية التي حدها الأول، خلينا نقول A1 تساوي لي 10 وأساسها R يساوي لي 2، هو ألف. وأنا نكتب لكم قيمة الحد الخامس، يعني مثلا أقول لك ألف، الحد الخامس هو راح يكون عندي 160، فالحد الخامس هو
راح يكون 320 جيم. الحد الخامس هو عشرين ألف. دان الحد الخامس هو 200 ألف. أعطوني إجاباتكم. إذن الأغلب جاوب ألف. خلينا نشوف هل إجابتكم صحيحة اللي هي 160. اختفنا، مو شرط ألف تنكتب يعني أكثر من مرة، 5 6 مرات يكفي واحدة. كله يأثر هذا على طيب خلينا هنا نرجع من الحماس الظاهر. خلينا نشوف الحد الأول يساوي لي 10 والأساس R تساوي لي 2. الحد المطلوب اللي هو الخامس يعني N 5، فA 5 شو بعطيني اللي هو الحد الأول مضروب في الحق في الآر قوة 5 ناقص 1 لأنه N ناقص 1. طيب الـ A 1 10، الآر 2، وخمسة ناقص 1 4، وتساوي لي 10 ضرب 2 قوة 4 16. 10 ضرب 16 160 اللي هو الإجابة 1000. مظبوط، هيك بنكون أنهينا المتتاليات. يعني لو نرجع للمتتالية الهندسية، بالنسبة للمتتالية الهندسية لو نرجع لها بالكتاب تبدأ في صفحة 176 أو 174. أول شيء بيعطيني تعريف المتتالية الهندسية اللي احنا أخذناه بالأرقام. مثال 11 مثال مهم بيبين لي أي من المتتاليات هندسية ولا لا. مثال 11 صفحة 174 أو 176 مثال مهم. بعدين انتقل للحد العام للمتتالية الهندسية، القانون اللي أخذناه اللي هو AN يساوي لـ A1 مضروب في A قوة N ناقص 1 اللي هو صفحة 176 أو 178. ومثال 12 الفرع الثاني مهم. مثال 12 الفرع الثاني صفحة 179 أو 177. حتى الفرع الأول، الفرع الأول بس تعويض بس بشكل عام، يعني الآن فقط اللي ما بنعوضها، بنعوض الأساس والحد الأول. هذا في مثال 12. مثال 13 غير مطالبين فيه لأنه مو معطيني الحد الأول، احنا عادة نعطيكم الحد الأول. مثال 13 صفحة 180 أو 178 من المعطيات إنه يكون لابد الحد الأول والأساس. هون معطينا الحد الثالث، وهنا نحتاج بعض المعادلات حتى نوجد الحد الأول، فبالتالي مثال 13 مو معكم. مجموع أول أن حد من المتتالية الهندسية هذا غير مطالبين فيه، ومثال 14 و15 غير مطالبين فيه اللي هو صفحة 178 179 أو صفحة 180 181. الوسط الهندسي ومثال 16 و17 عليه اللي هو صفحة 180 غير مطالبين فيه، أو صفحة 182 180 أو 182 الوسط الهندسي، ومثال 16 ومثال 17 غير مطالبين فيه. ننتقل الآن الفصل السادس اللي هو الدوال، موجود في النسخة القديمة الفصل السادس، أما في النسخة 2009 اللي أقدم منها موجود الفصل السادس، أما 2009 نسخة 2009 موجود فصل المصفوفات، والمصفوفات هذه ما راح نأخذها، فننتقل على الدوال
اللي هو الفصل السادس في نسخة 2008، ومرقم الفصل السابع اللي هو الدوال في نسخة 2009. إذا راح ناخذ الدوال صفحة 188 أو 214، 188 أو 214. الدوال عادة، يعني خلينا نتكلم عن الدوال بشكل عام ونشوف شو ممكن يجي لنا بالاختبار بالدوال. الدوال عادة ما يجي عليها 4 أسئلة في الاختبار. خلينا نشوف شو هني، شو المواضيع المهمة في الدوال. إذا الفصل السادس اللي هو الدوال أو السابع، يعني هو الفصل السابع بالنسخة السابع بنسخة 2009 عفوا، هنا بنسخة 2008 عشان ما حد يقول لي في خلل. نسخة 2008 هو الفصل السادس، نسخة 2009 الفصل السابع. نبدأ بالدوال. الدوال هي عبارة عن الدالة هي عبارة عن قاعدة تربط مجموعة في مجموعة، حيث انه هذه المجموعة نسميها مثلا A، هذه المجموعة اللي هي B، كل عنصر هنا في المجموعة A مربوط في عنصر في المجموعة B عن طريق قاعدة نسميها دوال اللي هي F function، بحيث انه هذه راح تكون A وهذه صورتها اللي هي F A موجودة في المجموعة الأخرى حسب القاعدة، قاعدة ما يعني. فمثلا على سبيل المثال لو كان عندي العنصر 2 حسب القاعدة F مربوط في عنصر، هنا ممكن لو كانت القاعدة على سبيل المثال انه F الX، يعني هو الX يؤخذ من هنا وهنا F الإكس وهنا صورته. F الإكس هي عبارة عن خلينا نقول 2X زائد 1، فأنا بدي F الاثنين صورتها الاثنين، شو صورتها؟ 2 في 2 زائد 1 وتساوي لي أول شيء الحالي الحالات عندي، أول شيء الضرب والقسمة، آخر شيء الجمع والطرح. الأولويات للعمليات أول شيء الضرب والقسمة، آخر شيء الجمع والطرح. فعندي 2 ضرب 2 4 زائد 1 5، ففعليا العدد 2 مربوط في العدد 50 هنا حسب القاعدة اللي موجودة عندي هنا. طبعا هذه القاعدة من سؤال لسؤال تختلف، يعني مثلا ممكن على سبيل المثال function آخر دالة أخرى للعدد على سبيل المثال نقول 3 مربوط حسب القاعدة F ب خلينا نحكي بعنصر آخر، والقاعدة مثلا بكتبها اللي بحط الاختبار يعني كما شاء. الفانكشن هذا الدالة هذه اللي هي القاعدة بنسميها الدالة هنا بهذه الحالة، مثلا على سبيل المثال X تربيع زائد 5 مثلا. فمثلا F الثلاث شو راح يكون؟ منعوض محل كل X منعوض الثلاث، بدل X هذا منعوض الثلاث، 3 تربيع 9 زائد 5 إذا 14. إذا الثلاث مربوط بأي عنصر؟ مربوط ب14 في هذه المجموعة A هذه المجموعة في B. فبهذه الطريقة نربط عناصر A بعناصر B، كل عناصر A بنشوف كم عنصر بA، مثلا 3 اوكي، ونشوف عندي مثلا 1 اوكي 1 نشوف بايش مربوط. لو نعوض اف الواحد 1 تربيع زائد 5 تساوي لي 6، اذا 1 لازم نربطه برقم هنا 6. اي عناصر موجوده بايه انت ممكن تحط
صفر واحد اثنين ثلاث وتشوف بايش مربوطه، يعني بعناصر في مجموعه بي. متى هذا بنسميه داله ومتى ما بنسميه داله؟ بنسميه داله حسب اشكال فين، هذه اشكال فين بنسميها اللي هي دائرتين عاده وبيناتهم اسهم، يطلق عليها اشكال فين. متى بنسميه اشكال فين؟ بنسميه اشكال فين اذا من مجموعه A كل عنصر طالع منه سهم وسهم واحد فقط، لازم يرتبط في سهم، يعني ما في عنصر في A مش مربوط في B، لازم يربط في المجموعه B. يعني مثلا لو كان عندي هذا وهذه A وهذه B، وعندي هنا مثلا ثلاث عناصر مربوطين هنا بهذا الشكل، هذا مربوط هنا مع هذا وهذا له علاقة مع هذا وهذا له علاقة مع هذا، هذه بنسميها دالة. هذا الربط أو هذه العلاقة بنسميها دالة. ليه؟ لأنه بنلاحظ أنه كل عنصر في A طلع منه سهم، ولازم سهم واحد فقط، لازم يطلع منه سهم، كل عنصر في A لازم يطلع منه سهم، لكن فقط سهم واحد مو أكثر. يعني مثلا واحد يقول لي لو في عنصر طلع منه سهمين، لو عنصر طلع منه سهمين يعني مثلا هنا وهنا وهنا، مثلا هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا انضبط مع هذا، هنا في عند العنصر الثاني هذا، يعني لاحظ خلينا نلون عشان نفرق، عند العنصر الثاني هذا هذا طلع منه سهمين، كونه طلع منه سهمين اذا ليس هذه العلاقة ليست دالة، ليست دالة مباشرة. شو السبب؟ انه في عندي العنصر رقم اثنين طلع منه سهمين فيعتبر ليس دالة، لازم سهم واحد فقط، واذا ما طلع منه سهم ايضا لا يعتبر دالة. يعني مثلا اذا في عندي عنصر هنا، عندي ثلاث عناصر وهنا عندي عنصرين، هذا انضبط مع هذا وهذا انضبط مع هذا، وفي عندي عنصر ما انضبط، اذا هذا بسبب انه ما طلع منه سهم هذه العلاقة ليست دالة. متى بحكم عليها دالة؟ هاي حطوها يعني في مخكم، متى بحكم عليها دالة؟ كل عنصر لازم يطلع منه سهم واحد فقط، لازم يطلع سهم لكن واحد فقط مو أكثر، زي هذه، هذه دالة، كل عنصر طلع منه سهم واحد. لكن إنه في عندي عدد مرتبط بعددين زي هذه، هذه لا ليس دالة. في عندي عدد موجود في A هنا A وهذه B، موجود في A مش مربوط في مش طالع منه أي سهم، إذا هذه ليس دالة، لازم ينضبط سهم. بغض النظر وين راحوا الأسهم، يعني مثلا بغض النظر انه كل الأسهم راحوا ان شاء الله على عدد واحد ما بهمني، يعني لو كان عندي هنا ثلاث أسهم ثلاث عناصر وهنا عنصرين، هذا راح هنا وهذا راح هنا وهذا راح هنا، عندي انا العدد الأول والعدد الثاني في المجموعة A راحوا على نفس العدد، ما عندي مشكلة، هذا دالة، أنا ما بهمني وين راحوا، ما بهمني وين راحوا، أنا بهمني، لاحظ شو بهمني، بهمني إنه هذا طلع منه سهم واحد فقط، وهذا طلع منه سهم واحد فقط، وهذا طلع منه سهم واحد فقط، إذا صحيح. خلص. حتى لو كل الأسهم تروح على عدد واحد ما بهمني، ممكن. ما عندي مشكلة. حتى لو ما في، لو في عدد مش مربوط في بي، يعني في عندي عدد في بي مش واصل ولا سهم، ما عندي مشكلة. يعني مثلا لو كان عندي هنا أربعة وهنا اثنين وكل الأسهم هنا راحت على نفس العدد، كل الأسهم راحت على نفس العدد، كلها راحت على نفس العدد، هذا
مش واصل له العنصر الثاني هنا، او حتى لو في عنصر ثالث مش واصل له اسهم، ما عندي مشكلة. انا ما بهمني بي، انا بهمني ايه، بهمني ايه انه كل عنصر في ايه طلع منها سهم واحد فقط، هذه بنسميها دالة. واضح متى بتكون دالة؟ اهم شيء انه يطلع منها سهم وسهم واحد فقط، بغض النظر انه الاسهم هذه راحت كلياتها على عدد معين، او انه في عندي عنصر في بي مش واصله سهم، ما بهمني هذا كلياته، ما بهمني. كيف ممكن اسألكم في الاختبار عن هذه؟ ممكن اسألكم كالتالي: شكل من أشكال من الآتية، خلينا نقول لا يمثل دالة، لا يمثل دالة. ألف جيم، راح أحط الأسهم الآن بس أنتهي. وأحط أسهم كالتالي: طب أعطوني الإجابة. ألف جيم داد، واحد من هذه لا يمثل دالة، أنا ما أقول الدالة، لا يمثل دالة، ننتبه. أوكي، الآن الأغلبية باء، شو هي اللي تطلع معهم هذه الجملة؟ طيب باء، شو السبب انه باء اذا لا يمثل دالة؟ شو السبب؟ ممكن تعرفوا لي؟ لانه في عنصر طلع منه سهمين، ممتاز، اهم شيء نعرف السبب، يعني انه ما نرخص. اذا مظبوط، لاحظوا العدد الثاني، المشكلة هنا، المشكلة عندي هنا في هذا العنصر طلع سهمين، فباء فعليا لا يمثل دالة. أما ألف، لاحظوا نظامي ألف، ما عندي مشكلة بألف، لأنه هذا طلع منه سهم واحد، هذا طلع منه سهم واحد، وهذا طلع منه سهم واحد، بغض النظر وين راحوا الأسهم. وهنا نفس الشيء، طلع سهم واحد، طلع سهم واحد، طلع سهم واحد، كلياتهم راحوا عن نقطة معينة، ما عندي مشكلة. وهنا طلع منه سهم واحد، طلع سهم واحد، طلع سهم واحد، بغض النظر وين راحوا الأسهم وتركوا واحد، يعني هذا حتى لو أنه هذا متروك، حتى لو هذا متروك، أنا ما بهمني هنا، أنا بهمني أنه
الشكل الاي يطلع منها اسهم وسهم واحد فقط، لازم يطلع منها اسهم، اذا ما طلعش اسهم ايضا لا تعتبر دالة. اذا ما طلع في عدد ما طلع منه سهم فايضا لا يعتبر دالة. يعني مثلا لو ارسم هذه يعني خارج السؤال، خلاص السؤال اوكي باء، لكن لو ارسم هذه كمان على سبيل المثال، هذا ليش ليس دالة؟ خلينا نشوف. ليش ليس دالة هذا؟ هذا ليس دالة، شو السبب أيضا؟ هذا لا يمثل دالة. عفوا أنا سكر سجلت، أوكي. في عنصر ما ارتبط، يعني كلام سالم اليوم أخذ جواهر لأنه لم يخرج السهم، لأنه لهم تسنيم، أوكي ممتاز. إذا أخ سعيد لم يظهر سهم، يعني جزو في عندنا عنصر لم يظهر عليه سهم أو لم يطلع منه سهم. إن ترك عنصر، يعني كلياتكم عبرتوا كل واحد بطريقته، لكن كلياته تؤدي إلى نفس الغاية، إنه في عندي عنصر في المجموعة A اللي هي هذه عادة المجموعة A اللي هي هذه المجموعة A وهذه B، لكن مو شرط تنكتب، اللي طالع منها الأسهم هي المجموعة A. في عندي عنصر مو مربوط بأي عنصر في بي، أي بمعنى لم يخرج منه سهم، أي بمعنى ان ترك بدون أسهم إلى آخره. شو اللغة اللي بتستخدموها أو عفوا شو التعبير اللي بتستخدموه؟ كله كلام سليم. هذا أول شيء لابد أن تعرفوه في الدوال، وحاولوا الدوال أنه خلينا نحكي تختصروا فيها على المحاضرة الحية والتمارين اللي موجودة عندكم بالملف التمارين، يعني ممتاز. يعني لا تطلعوا في النطاق، لأنه مثل ما رأيت في بعض الملازم كثير متوسعة فيه، و يعني هذا غير مطلوب منكم. طيب نيجي للشيء الثاني اللي هي قيمة أو الصورة، قيمة الدالة عند عدد، قيمة الدالة عند عدد. يعني مثلا ممكن اجيب لك دالة بهذه الدالة مثلا f الاكس تساوي لي، طبعا انتم كنتوا تاخذوها قاف السين، قاف اللي هو اقتران او دال السين دالة، فاستبدلنا القاف والدال بf من function نفس، لانه هذا معناها في الانجليزي، وبدل السين طبعا كل السين اللي موجودة في بالكم استبدلت في الكتاب باكس والصاد بواي، فعشان كده اف الاكس، اف الاكس هي عبارة عن function of f of x، يعني دالة f بالنسبة للسين اللي هو دال السين قاف السين الى اخره. لو الدالة هذه f الاكس كتبت انه تساوي لي 3x تربيع ناقص 5x زائد مثلا 7، قلت لك اوجد قيمة مثلا اف على سبيل المثال الاثنين، نشوف الحل. اف الاثنين، انا عندي الدالة اف الاكس تساوي لي 3x تربيع ناقص 5x زائد 7، طبعا هذه الدالة بامكاني اغيرها باي لحظة، يعني ممكن احط بدل اكس تربيع اكس تكعيب، بدل ما احط مثلا سالب 5x احط لك موجب 6x وهكذا، يعني الدالة هنا تتغير حسب ما ارى مناسب او حسب ما اشوف شو احط لك في الاختبار. وطلبت منك اف الاثنين، اف الاثنين معناه انه محل كل اكس عوض اثنين، شوف اكس شيل اكس حط بدالها اثنين، يعني فعندي هنا ثلاث، لاحظوا اول شيء هذا الحد ثلاثة بدل اكس تربيع اصبحت اثنين تربيع، لاحظ دائما بحطها بين قوسين، العدد اللي بعوضه انا بحطه بين قوسين، ليه؟ اذا ما حطيته بين قوسين ممكن ثلاثة اكس تربيع انت تيجي تعوضها تحطها ثلاثة اثنين تربيع، لو تكتبها هذه بالآلة الحاسبة، بالآلة الحاسبة يعتبر الاثنين وثلاثين تربيع، خطأ أكيد خطأ،
فلابد من الأقواس عشان تفصل وتفهم الآلة الحاسبة إنه التربيع على الاثنين وليس على الثلاثة مع الاثنين وهكذا. ناقص 5 بدل إكس هذه راح أحط قوس موجود فيه 2. لاحظ أنا كل إكس بشيلها كل إكس بشيلها بحط بدالها قوس، يعني هذه شلت بدل إكس تربيع أصبحت الاثنين تربيع داخل قوس، وبدل الإكس هذه أصبحت الاثنين داخل قوس، بدل 5 إكس أصبحت 5 ضرب 2 والاثنين داخل قوس. خلينا نشوف الناتج، أولوية للأسس بعدين الضرب والقسمي آخر شيء الجمع والطرح، آخر شيء الجمع والطرح. إذا الأولوية للأسس 3 2 تربيع 4 ناقص 5 في 2 زائد 7. الآن الأولوية للضرب، ما حدا يطرح ويجمع، في عندي ضرب هنا، في عندي ضرب هنا، الأولوية إلهم 3 ضرب 4 12. إذا مو عارف الأولويات اكتبها كما هي في الآلة الحاسبة بتطلع لك الناتج، 5 في 2 10 زائد 7. الآن اجمع واطرح، اللي هي 12 ناقص 10 2، 2 زائد 7، إذا الجواب كم؟ 9. إذا F في الاثنين كم راح يطلع؟ 9. طيب لو طلبت منك نفس الفانكشن هذا، نفس الدالة هذه، أوجد لي F السالب 2 بدل F في الاثنين، أوجد لي F السالب 2. خلينا نشوف إجاباتكم، كم راح يطلع F السالب 2؟ خمسة أكيد، خمسة يعني نفسه 9. غريب، يعني هل السالب موجب أحيانا ما يعني نفس المقدار؟ ننتبه للإشارات، نحاول ننتبه للإشارات، نكون حذرين بالإشارات. خمس ما خمس يعني ما أعرف شو حك. طيب خلينا نشوف، يعني عندكم مشكلة انتم في التعويض؟ طب يعني هل استخدمتوا الآلة الحاسبة؟ اللي عنده مشكلة بالتعويض ليش ما استخدم الآلة الحاسبة؟ طلع لي جميع الأرقام اللي يعني أتخيلها واللي غير ما أتخيل. لو بدي أحط هذا السؤال يعني وعندي أربع خيارات، أنتوا أعطيتوني يعني أرقام عمري ما تخيلت أن أحطها ضمن الخيارات، يعني منين جبتوا هاي الأرقام؟ مش عارف. خلينا نشوف F السالب 2، بس خلينا أنزلها تحت هنا، F السالب 2 تساوي لي 3 في سالب 2 تربيع ناقص 5 في سالب 2 زائد 7 ويساوي لي 3 سالب 2 تربيع بيعطيني 4. ليش 4؟ واحد يقول طب في سالب، طب ما هو سالب مع التربيع بروح، السالب للأس الزوجي بروح، يعني انت شو يعني تربيع؟ يعني سالب 2 ضرب سالب 2، هذه سالب 2 تربيع، التربيع معناه انه العدد اضربه بنفسه مرتين، فسالب ضرب سالب راح يصير موجب 2 ضرب 2 4. عندي سالب 5 ضرب سالب 2 كم بيعطيني؟ موجب 10 زائد 7، سالب ضرب سالب موجب، ويساوي لي 3 ضرب 4 راح يعطيني 12، 12 زائد 10 22 زائد 7 راح يعطيني 29. اللي حلها في عقله هيك ماسك الموبايل من بعيد وقاعد بتمعن لي بالحل وحط لي الإجابة، أو اللي حل يعني هو مش متمكن من الإشارات وبدون ما يستخدم الآلة الحاسبة، أو اللي حل ذات تحذير، هذا كله يتم في الرياضيات، يعني ما يزبط هذا الكلام. إذا ما مسكت القلم وانت عارف كيف تميز بين الضرب والضرب الإشارات وطرح وجمع قسمي والأسس وكل شيء،
يا أخي استخدم الآلة الحاسبة، ما عندك يعني أنت، خلينا نحكي تأسيس في العمليات، استخدم من وين أجت السبعة؟ مش عارف من وين أجت السبعة، أنا مو عارف مين أخذ ديانه، وهذا إيش السؤال؟ مش هذا السؤال؟ مش هذا في سبعة؟ شو من وين أجت السبعة؟ طيب ما انتبهت، ما في بالرياضيات، ما انتبهت للتربيع، ما انتبهت للسالب، ما انتبهت للجمع، ما انتبهت للضرب، استعجلت، هذه كلها العبارات تؤدي إلى أنه الحل خطأ، حل خطأ تؤدي إلى أنه نقصت درجات، ما فيها. هو العملية بسيطة، يعني واحد يعوض هنا بإمكانه يكتب هذا في الآلة الحاسبة يطلع له الناتج، يعني مو شيء خطير، احنا ما بنعمل شيء خطير. أو خلينا نحكي، مش مطلوب منك إنك والله تعرف بالإشارات. أوكي، إذا بتعرف بالإشارات ممتاز، إذا بتميز بالجمع والطرح، لأنه أنا هنا مو دوري يعني أعلم الجمع والطرح، هذا الجمع والطرح المفروض احنا متعلمينه. وكونه إنه في منكم خلينا نحكي منقطع عن الرياضيات لفترة طويلة، اوكي سامحنا في الآلة الحاسبة، لكن هذا مو معناه انه والله لا انا اعرف الجمع والطرح ولا استخدم الآلة الحاسبة وبدي الناتج الصحيح. هذا يعني كلام، يعني خلينا نحكي مش منطقي يعني. اوكي تحلوا على عجل، يعني مش مطلوب منكم على عجل، يعني مطلوب منكم الدقة. انا لما اشوف هيك الارقام، انا هذا يعطيني انطباع برضه، انا لما اشوف الارقام 29 كم من طالب، في عندي 13، من وين جاب 13 مش عارف، من وين جاب ال 15 الخمسة هذه مش عارف، اكيد الارقام يعني ضربت او السالب ساح مع الموجب. فانا لما اشوف هيك اخذ انطباع انه في خلل المفروض يعني نقض. اوكي خلينا نحط سؤال اخر، نعطيكم خيارات. يعني انا اللي استغربت انه لاني ما اعطيتكم خيارات انتم حطيتوا هيك النواتج، يعني غريب. المفروض يعني حتى لو بدون خيارات تعطوني الناتج بنسبه كبيره صحيح، هذا اللي زعلني. طيب هنا قيمه، نحكي مثلا اف على سبيل المثال، نقول الثلاث الداله اف الاكس تساوي لي 5 اكس تربيع زائد 2 اكس ناقص، خلينا نقول 21 مثلا تساوي 10. خلينا نقول عندي هنا 45، هل الناتج 45؟ هل الناتج 24؟ هل الناتج 30؟ هل الناتج 18؟ أعطوني إجاباتكم. معلق؟ هل الشاشة معلقة؟ يعني انه ما ظهر السؤال، ما بعرف، يعني هيك حسيت بعض الطلاب بحكوا، ياريت تفيدوني. اوكي اذا لا هيهم يجابوا، كويس. الاجابة جيم، الاغلب جيم. طيب ممتاز، مو معلق. اذا الاغلب الاجابات جيم. طيب خلينا نشوف الإجابة الصحيحة، هل هي جيم ولا لا؟
عندي هنا f الx تساوي لي 5 x تربيع زائد 2 x ناقص 21. فبنيجي هنا f الثلاث، بدنا نعوض محل كل x 3. طبعا مو شرط والله بس 2 ولا سالب 2 ولا 3، ممكن اقول لك f الx f الواحد، اوجد f الواحد بدك تعوض واحد، ممكن اقول لك f الصفر، لكن هنا بالسؤال شو طالب؟ اهم شيء بالسؤال هنا شو طالب؟ f الثلاث، لان شفت سؤال ليش بنعوض 2؟ بنعوض 2 لانه انا كنت طالب السؤال السابق f الاثنين، انا هين بالسؤال السابق f الاثنين، فعوضنا الاثنين، بعدين طلبت f السالب 2، هذا ما له دخل، هذا سؤال اخر، سؤال اخر. اوجد f السالب 2، واضح؟ فمنفصلات يعني لكن نفس الدالة. فهنا انا طلبت f الثلاث نعوض ثلاث، لو طلبت f الواحد نعوض واحد، لو طلبت f المية نعوض مية، وهكذا. فعندي هنا 3 تربيع زائد 2 في 3 زائد ناقص 21. لاحظوا بدل x تربيع شوف حطيت 3 تربيع، لأننا بدنا نعوض بدل أي x 3، هنا بدل x حطيت 3، بدل كانت 2x أصبحت 2 ضرب 3. أوكي، تعويض سليم، أتأكد منه صحيح. الآن أول شيء للأسس، 9 له 3 تربيع 9. الآن عملية الضرب، 5 في 9 45 زائد 2 في 3 6 ناقص 21. 45 زائد 6 بيعطيني 51، 51 ناقص 21 شو بيعطيني الجواب؟ 30. إذا الإجابة جيم 30 مثل ما أنتم سويتوها، ممتاز. إذا هذا الشيء الثاني المطلوب منكم في خلينا نحكي الدوال. إذا أخذنا إنه كيف نميز انها دالة ولا ليست دالة من اشكال فين، بعدين اخذنا قيمة الدالة عند عدد، قيمة الدالة عند عدد، اعطيتك دالة وقلت لك اوجد اف الاثنين بدك تعوض اثنين توجدها، اف الخمسة بدك تعوض خمسة وتوجد قيمتها، وهكذا. الان في عندي شيء بالدالة التربيعية اللي هو رسمة الدالة التربيعية، رسم الدالة التربيعية. فعليا مو مطلوب منكم رسم في الاختبار، لأن الدالة التربيعية عادة رسمتها بهذا الشكل، الدالة التربيعية عادة رسمتها بإحدى الشكلين، إما هي صحن مقعر لأسفل بهذا الشكل، أو هي صحن مقعر للأعلى بهذا الشكل، وكل الشكلين بنسميه اللي هو القطع المكافئ، قطع مكافئ. إذا هذا رسم الدالة التربيعية يمثل قطع مكافئ. عادة رسمة الدالة التربيعية تمثل قطع مكافئ. قطع مكافئ يعني إما الصحن يكون للأعلى أو يكون للأسفل. الدالة التربيعية بشكل عام هي f x تساوي لي ax تربيع زائد bx زائد c، هذه الدالة التربيعية، هيك الشكل العام إلها يعني. اللي بحدد رسمة الدالة التربيعية إنها لأعلى أو لأسفل هذا نسميه مقعر لأعلى، هذا مقعر لأسفل. من ثم من بتكون الدالة مقعرة لأعلى أو لأسفل حسب A، حسب قيمة A. إذا كانت A سالب ممكن تكون A سالب سالب، وهذا بيؤدي إنه مقعر لأسفل. أما إذا كانت A عدد موجب، A موجب عدد موجب 2 3 ونص ربع الى اخره شو ما كان، فهذا مقعر لاعلى. اي بمعنى
عندي الدالة، خلينا نختصر الموضوع، AX تربيع زائد BX زائد C. أنا عندي هنا A، إذا كانت A موجب فالقطع المكافئ للدالة التربيعية بكون رسمته لأعلى، تكون رسمته لأعلى، فتحته لأعلى. إذن قطع مكافئ مقعر لأعلى. أما إذا كان الـ A عندي أنا هنا سالب، عدد سالب، فرسمة القطع المكافئ بتكون لأسفل، ونسميه قطع مكافئ مقعر لأسفل، تكون التقعر لأسفل ونسميه قطع مكافئ مقعر لأسفل. حسب إيه؟ حسب إشارة إيه هذه، وين ما كانت الـ A اللي هي معامل إكس تربيع، معامل إكس تربيع، بنشوف وين إكس تربيع، العدد اللي جنبها سالب فهي للأسفل، موجب فهذا قطع مكافئ مقعر لأعلى. فمثلا يعني لو أجاني F X على سبيل المثال 5 X تربيع ناقص 3 X زائد 1، هذا إيش القطع؟ القطع المكافئ، القطع عفوا القطع المكافئ مقعر، فأحيانا لما استعجل ما يكتب احفظ، مقعر الى خلينا نكتب عند الدوال، عندي هنا اف الاكس تساوي لي 6 اكس ناقص 4 اكس تربيع، هنا اف الاكس تساوي لي 8 اكس زائد 7 ناقص اكس تربيع. أنا عادة بنتبه وين الإكس تربيع ومعاملها، ما بهمني أي شيء. هنا 5 ناقص 6 إكس زائد إكس تربيع، أنا بشوف وين الإكس تربيع. الإكس تربيع بحددها هنا، مثلا هذه الإكس تربيع شو قيمة العد معاملها 5، كون معاملها 5 موجب، إذا القطع المكافئ مقعر لأعلى، خلاص انتهينا. نيجي هنا الإكس تربيع، هذه الإكس تربيع وين معاملها؟ معاملها سالب 4، بناخذ مع الإشارة، إذا هو سالب، سالب، إذا هذا قطع مكافئ مقعر لأسفل. هنا برضو عندي هذه الإكس تربيع، هذه الإكس تربيع معاملها سالب اللي هو سالب 1، فسالب إذا لأسفل، مقعر لأسفل. هنا هذه الإكس تربيع، إكس تربيع معاملها 1 موجب، إذا هذا قطع مقعر لأعلى. يعني بهمني أنا الإكس تربيع، يعني رسمة الإكس تربيع واضح لأنه ما في رسم ما نقدر، يعني هو مش حل، فأهم شيء نفهم رسمتها، هل هي صحن مقعر لأعلى أو لأسفل، لأنه رسمة الإكس تربيع دائما إما هو قطع مكافئ لأعلى أو لأسفل، فإحنا بدنا نشوف اتجاهه هل هو لأعلى أو لأسفل حسب معامل إكس تربيع، عشان الوقت يعني قارب على الانتهاء، نشوف كيف السؤال ممكن يجيكم. ممكن أقول لك القطع المكافئ للدالة التربيعية اللي هي f x يساوي لي 2 x زائد 9 ناقص 3 x تربيع مقعرا الى، احط لك الناتج اسفل اعلى جيم مقعر إلى اليمين دال
مقعر إلى اليسار. فنشوف إجاباتكم، نختم بهذا السؤال. طيب إذا الأغلب أو شبه، طيب الأغلب لأنه في باء، الأغلب إلى الأسفل مش شبه يا جماعة. فالإجابة الصحيحة لأسفل. ليش لأسفل؟ لأنه F الإكس ما بيعتمد على أول، ما بنعتمد إنه والله المقعر لأعلى ولأسفل حسب أول ظهور. يعني في منكم أتوقع الخطأ وين؟ إنه والله يعتمد على هذه الاثنين، هذا خطأ، خطأ. هالاثنين ما بنعتمد عليها، ولا التسعة، نعتمد على إكس تربيع، نعتمد على إكس تربيع. لاحظوا كم مثال هنا حطيت على إكس تربيع، نعتمد على إكس تربيع. هنا إكس تربيع شو معاملها؟ معاملها سالب. إذن كونه سالب إذن مقعر لأسفل، السالب مقعر لأسفل، الموجب مقعر لأعلى. لو نراجع شو أخذنا اليوم، بدأنا في المتتالية الهندسية وقلنا المتتالية الهندسية عليها سؤالين، وأخذنا ثلاث مواضيع مهمة على المتتالية الهندسية، هي إنه كيف تعرفوا المتتالية هل هي هندسية أم لا، وكيف توجدوا أساس المتتالية الهندسية، وكيف نستخدم الحد العام لإيجاد أي حد مطلوب منكم، أي رقم حد مطلوب منكم. فهذه الثلاث أمور يعني عادة ما يجي عليها سؤالين في بالنسبة للمتتالية الهندسية. ثم دخلنا للدوال، والدوال بشكل عام قلنا عليها تقريبا، ونحاول نهتم بالدوال على المحاضرة الحية والأسئلة اللي محطوطة عندكم في المنتدى. بالنسبة للدوال ذكرنا انه عليها اربع اسئلة، وفعليا لغاية الان اخذنا ثلاث مواضيع مهمة، والموضوع الرابع ان شاء الله راح ناخذه غدا ان شاء الله. اخذنا انه كيف اعرف من اشكال بن هل هي دالة ولا ليس دالة، عن طريق الاسهم، انه كل عنصر في المجموعة الاولى لازم يطلع منه سهم، وسهم واحد فقط. ثم اخذنا انه كيف نوجد قيمة الدالة، انه اذا اعطيتك مثلا اف الاكس وطلبت مثلا منك اف السالب واحد، اف الخمسة، اف الستة، انك تعوض بدل اكس وتوجد قيمة الدالة. ثم اخذنا انه عندي الدالة التربيعية هو قطع مكافئ، اما بكون مقعر لاعلى، الصحن مفتوح لاعلى، او الصحن مفتوح لاسفل، نسميه قطع مكافئ في الرياضيات. وذكرنا انه حسب معامل اكس تربيع، حسب مين؟ اكس تربيع، معامل اكس تربيع، اذا كان سالب فهو مقعر لاسفل، واذا كان موجب فهو مقعر لاعلى. هذه الثلاث امور مهمه في الدوال، باقي لنا موضوع برضه مهم في الدوال ان شاء الله راح ناخذه بكره، وندخل على النهايات والتفاضل ان شاء الله غدا. هذا ملخص ما اخذنا اليوم، اتمنى منكم يعني خلينا نقول لضيق الوقت انه تلتزموا بالمحاضرات الحية، تبدأ تراجعوا للمحاضرات الحية، وتحلوا التمارين اللي انا حاطها في المنتدى، ملف التمارين. فقط هذه يعني النصيحة مني، يعني قبل فوات الاوان، انه قرب الوقت ابدأ في التحضيرات من الان ان شاء الله. يعني بكرة ندخل في التفاضل اللي هو الفصل قبل الاخير، والاسبوع القادم ان شاء الله راح نختم المادة بإذن الله. نراكم بإذن الله غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.